نفكر حضراتكم النهارده المركز الاول في كاس مصر النهارده هو النادي الاهلي، اما المركز الثاني هو فريق الاتحاد، المركز الثالث هو فريق الزمالك، والرابع نادي الجيش. في جوائز تتم توزيعها دلوقتي للاعيبه نادي سبورتن ريم موسى. ريم موسى لاعيبه نادي سبورتن ولاعيبه الاهلي السابقه تكرم في احداث هذا اللقاء. وايضا هنشوف دلوقتي التكريمات ايه. ايضا يتم تكريم هاجر عامر لاعبه نادي سبورتن، ايضا من السيدات اللاعبه هاجر عامر، واحده من اهم لاعبات منتخب مصر ونادي سبورتن. مبروك يا هاجر، تستاهلي كل خير، سواء انت او ريم موسى او اي من زميلاتك او لاعبات حتى النادي الاهلي، برضو كلهم يستاهلن كل خير. دلوقتي احنا مع لحظات التتويج، لكن ناتي اولا تم تكريم ايضا فريق الزمالك بتتويجه بالميدالية البرونزية، والآن صعود نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر إلى المنصة وتتويجه بالميدالية الفضية في انتظار صعود الاتحاد السكندري. احنا هنعرف دلوقتي لأن الصوت مش واضح، فمش عارفين ريم موسى و هاجر عامر تم تكريمهم في ايه بالظبط، هنعرف وهنقول لحضراتكم على طول. وادي بعض الالعاب الجميله اللي بتحصل اثناء التكريمات. على المنصه متواجد الكابتن رحاب الغنام، الكابتن محمد فتحي، الكابتن محمد عبد المطلب، والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة السلة، وأيضا الكابتن خالد الوصي، ومعاهم السيد النائب رئيس نادي الأهلي السيد العمري فاروق العمري. مبروك طبعا من قناة الأهلي لهاجر عامر وريم موسى لاعبات نادي سبورتن، لاعبات كبار. وادي بنت هاجر عامر ملك، الدكتورة هاجر عامر. ميدو طه يتقلد جائزة افضل ثلاثيات او احسن الثلاثيات. ميدو طه لاعب نادي الاتحاد، لاعب كبير. هيثم كمال على منصة التتويج بفوزه بهداف بطولة كأس مصر. هيثم كمال لاعب الاتحاد و فوزه بجائزة هداف كأس مصر. إيهاب أمين هيطلع دلوقتي. جائزة أفضل لاعب في كأس مصر هو البوب السوبر ماريو إيهاب أمين، البوب إيهاب أمين برصيد 19 نقطة النهارده في أحداث المباراة ما بين الأهلي والاتحاد، هو رجل المباراة الأول. أما في مباراة الأهلي والزمالك فكان رصيده من النقاط 13 نقطة. إيهاب أمين، مبروك إيهاب أمين، أفضل لاعب في كأس مصر البوب إيهاب أمين أو السوبر ماريو إيهاب أمين. إيهاب أمين ولقطات تذكارية مع الراعي الرسمي وجائزة نقدية. والآن إلى